بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع انطلاقة ابناء القبائل. هنا شوطنا السابع، ما شاء الله في الانطلاق، والاسامي كثيرة، الاسامي كثيرة لن نتحدث عنها، انما سوف تأتي اذا تريد النداء. ما شاء الله، اذهب هناك مع المايدية علي بن عبد الله بن علي ابو نواس على اول المراكز، وفي المركز الثاني اللي في المركز الثاني ما شاء الله بنقول شايبه نايف بن محمد بن رويه الخيلي، وفي ثالث المراكز هناك من تدز الهوده مع محمد بن سيف بن عسين النصيبه، رابعا سعيد محمد بن هلي الهاجري، وفي المركز الخامس مياسه علي بن عبد الله بن علي ابو نواس. هكذا هي النتيجه حاضره مع هذا الانطلاق، هكذا كانت نتيجتنا للمراكز الخمس، دعناها عليكم بالوفاء والتباب، وبدا الضبابه هنا الكثيفه في الميدان. اتمنى ان شاء الله السلامه والناموس للجميع في هذه اللحظات الضبابيه الجميله. ما شاء الله، اذهب مع الانطلاق، اذهب مع الانطلاق، واللي في المركز الاول، اللي في المركز الاول ما شاء الله، النصيبه النصيبة النصيبة في المركز الأول سعيد محمد بالهلي الهاجري، ثاني المراكز مع الميدية لعلي بن عبد الله بن علي أبو نواس، وفي المركز الثالث هناك الشايب نايف بن محمد بن روية الخيلي، وفي المركز الرابع بنقول هناك سلهودة مع محمد بن سيف بن حسين، وفي المركز الخامس اول نزل الطياره مع بن حرمل حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي في خامس المراكز. ما شاء الله، ها هي النتيجه، هكذا هي النتيجه حاضره مع هذا الانطلاق، هكذا كانت نتيجتنا حاضره مع هذا الانطلاق. هل سوف يوفق هناك صاحب المركز الاول مع الشوط الضبابي؟ ولكن النصيبه نصبت نفسها من هذه اللحظات، نصبت نفسها من هذه اللحظات على المركز الاول سعيد بن محمد بن هلي. ما شاء الله، اللي صامت مع النصيبه ما شاء الله. بينما هناك الطياره ومتى بنقول رحلت الطياره، راحت هناك في مدرج رقم واحد للسيد سعيد حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي، النقله على المركز الثالث اللي في المركز الثالث مياسة علي بن عبد الله بن علي ابو نواس، وفي المركز الرابع شايب نايف بن محمد بن رويه الخيلي، وفي المركز الخامس اللي هي المايديه ما شاء الله علي بن عبد الله بن علي ابو نواس. وين الموقع يا جماعه؟ خبروني الموقع وين؟ اثنين تبقى عن خط النهايه، والمتبقي اثنين على خط النهايه، على خط النهايه، والسرعه بدت تزيد وتزيد، سرعة النصيبة بدأت تزيد، سرعة النصيبة بدأت الأوامر، بدأت الأوامر، حتى يعني ما بنقول ما صدرت عليها الأوامر، ما صدرت عليها الأوامر نصيبة عم سعيد بن محمد بن هلي. بينما اللي في المركز الثاني هناك اللي هي مياسة، مياسة علي بن عبد الله بن علي بن واس، وصلت الشايبة نايف بن محمد بن روية يشتبي ما شاء الله، وعفوا الخيلي في المركز الرابع هناك اللي هي الطياره حميد بن سعيد بن حرم، المركز الخامس المايديه علي بن عبد الله بن علي ابو نواس. الامور الشوط الاول يا جماعه، الشوط الاول يا عرب غير حساس، يا اهل الهين حساس حساس، الشوط الاول، الشوط الاول دائما ما تاتي فيه الا السبوق، الا السبوق الخياليه النادره اللي تبغي المواتر، تبغي ترفع رصيدها في نهاية الموسم. ما شاء الله تبارك الرحمن، النصيبة في المركز الأول، النصيبة في أول المراكز، سعيد بن محمد بالهلي هناك على المركز الأول، مياسة العوير، مياسة العوير مع الكيلو الأخير علي بن عبد الله بن علي بن واس، وصل راعي الشايبة، وصل بالروية راعي الشايبة يروي قصصه واموره هنا في هذا الشوط للسيد نايف محمد الرويه الخيلي على ثالث المراكز. المركز الرابع هناك الطياره حميد بن سعيد بن حرمل، في خامس المراكز
بنقول سلهود محمد بن سيف بن حسين، هكذا هي النتيجة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأداء جميع حتى هذه اللحظة، ولكن الأوامر وين بتصدر يا جماعة؟ انتبهوا، بعطيكم التعليمات. نحن وين بعطيكم التعليمات؟ عسب الأوامر عند 600، نحن عند 600 اللي متوقع عن خط النهاية. وأنا أقول النصيبة، حد يقول مياسة، حد يقول هناك اللي هي اللي في المركز الثالث هي الشايبة، حد يقول كلن يقول على رايه، كلن يقول على رايه، كلن يقول على رايه. الله 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 الله، ما شاء الله. يعني سمع 600 بالرويه بدا يحرك، سمع 600 بالهلي بدا يحرك، كلن يرشح اللي في باله، كلن يرشح اللي في خياله. ما شاء الله يا النصيبه، رفيقتي من الموسم حتى هذا اليوم الجميل. تهانينا لك يا بالهلي، تهانينا والناموس سعيد بن محمد بالهلي الهاجري بمناسبة فوز نصيبة بالمركز الأول. شكرا يا بالهلي على هذا الأداء، شكرا على هذا الأداء الجميل الموفق. ما شاء الله الشايب أدت على الممتاز، أشكر عليه. نايف محمد بن رويح الأخيلي، مياسح على ثالث المراكز علي بن عبدالله بن أبي الواس، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك سعيد بن حميد بن حرمل، وفي المركز الخامس محمد بن سيف بن حسين. 6 دقائق التوقيت الزمني، 30 ثانية، 28 ثانية. تهانينا والناموس محمد سعيد محمد بلهي.